طيب نرجع بقى على الدوري المصري، وحضرتك شفت ازاي مباراه الاهلي وفوز الاهلي على اسوان؟ بص يا كريم، الاهلي في حته، وكل مع احترامي لكل الانديه وكل انديه مصر في حته تانيه خالص. اولا موسيماني، انا هبدا بموسيماني. موسيماني ناجح بشكل كبير جدا، من الناس اللي بيتصمم على انه ينفذ فكره. يعني هتلاقي في 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 كل مباراه، بالرغم من الروتيشن اللي بيعمله والنقص العددي اللي كان فيه حتى في اخر ماتش ليه مع اسوان، النقص العددي اللي عنده بسبب وجود اكتر من 5 أو 6 لعيبه في المنتخب الاولمبي ومنهم الشناوي طبعا، يعني فبنصمم على 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 تثبيت فكره في الملعب. بتلاقي اللعيبه مستحوذه على الكوره، التغيير الجنب من الجنب موجود، الهجمه المرتده السريعه كانت بتبقى موجوده دايما، استغلال المساحات مع محمد شريف في لما بنقطع كوره من نص ملعبنا موجود. كل الكلام ده اللي بقوله لك دلوقتي موجود في كل مباراه، واي حد بينزل في الملعب بينفذه. يعني حسين الشحات خرج نزل مكانه اي حد بينفذ الكلام اللي بيعمله حسين الشحات. تصميمه على 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 وجود حسين الشحات بالرغم من الهجوم الشديد على حسين الشحات في الفتره القادمه، وكان في برضه دليل اضافي على حسن التعامل النفسي من موسيماني مع اللعيبه اللي حصل مع ما هو ده ما هو ده طبعا. انك انت تبقى مصمم على ان اللعيب ده يبقى موجود في الملعب، وانا معاه، لان حسين الشحات من اللعيبه الجيده جدا طبعا، عنده طبعا رؤيه بشكل طبعا كبير جدا. شوف في ماتش اسوان عامل هدفين رائعين، يعني من عنده، عمل الاولانيه لكهربا حطها بشماله جميله جدا. كهربا يعني احسن الاداء في 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 هذه الكوره، والجول بتاع ولتر بواليا عاملها له من ناحيه اليمين، الاثنين من ناحيه اليمين. على ذكر ولتر بواليا، لان هو برده من الناس اللي تستحق ان احنا نقف نتامل الكيس بتاعته. أيوة، يعني في فتره كانت الدنيا محجره معاه تماما، كميه أيوة عكوسات مش طبيعيه، والراجل كان بيعمل كل حاجه ممكن تتعمل في الملعب، بس في حاجه ناقصه. الحاجه دي ابتدت تكتمل وشفناها كلنا بشكل واضح في الفتره الاخيره. يعني بواليا يعني في اخر ماتشين احرز هدفين، ولا اجمل ولا اروع، كل هدف منهم كان حاسم اكتر من الثاني، لدرجه ان البعض ابتدى يتكلم على فكره ان بواليا ممكن قريب جدا نشوف فيه استنساخ للي حصل مع فلافيو زمان. ايوه، ما هو ده رؤيه مدرب. يعني انا فاكر في حلقه سابقه مع حضرتك وقلت لك بواليا دوت لعيب من اللعيبه كويسه جدا جدا. صحيح. وانا شايفه كويس. بس هو الراجل يعني هو شايف ان هو مضغوط، الولد بيلعب للنادي الاهلي مش بيلعب للجونه، ففي ضغوطات حواليه مأثره عليه. هو طبعا لعيب، بس هي ضغوطات طولت شويه معاه، يعني طولت شوية. طولت لان هو يعني حجرت معاه شويه في بعض الفرص، فدي اثرت عليه نفسيا وزودت الضغوطات عليه. لكن الراجل موسيماني برضه مصمم عليه عشان عارف امكانياته واصله، عارف امكانياته شكلها ايه وهتوصل لفين، وبيديله في الوقت اللي هو ممكن يفك الازمه اللي عنده. زي ماتش اسوان، حط الجول في الدقيقه 90 طبعا، 90 وي كمان 93 يعني. كمان الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضايع.